السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله خوتي خوتاتي غادي نتقاسم معكم طاجين مغربي سوسي كيجي معلق وبنين بزاف، ما تشبعوش منه مع جميع الأسرار إن شاء الله باش ينجح معكم. المهم ما نطولش عليكم وندوزو للوصفة مباشرة. بسم الله على بركة الله، عندي في الطاجين هذا عندي نص كيلو ديال اللحم الغنمي، قطعتو هكايا باش يطيب ليا ما ياخدش معايا بزاف ديال الوقت. بالنسبه للتوابل عندي الملح حسب الذوق، عندي واحد ملعقه صغيره ديال السكنجبير، ملعقه صغيره ديال الخرقوم البلدينس، ملعقه صغيره ديال الابزار، وعندي ملعقه صغيره ديال القزبر يابس حبوب مطحون، وعندي واحد جوج فصوص ديال الدروس ديال جوج دروس ديال الثومه محكوكه. عندي هنايا غير المعدنوس لاني درت القزبر يابس حبوب درتو، الا ما درتوش القزبر ديروا الربيع ديروا مخلط، ديروا القزبر وديروا المعدنوس. انا هنا درت غير المعدنوس، درت شويه ديال المعدنوس دابا وشويه غادي نخليه من بعد. وعندي هنايا الزيت باللي مخلطه هي والروميه، صافي غادي نشرمل هذا اللحم هكا. هاد الطاجين هذا مباشره كنديرو كلشي دقه واحده وكنديروه يطيب فوق البوطه، ما كنشحروه ما والو، كيجي من آلت واروع ما يكون، كيجي بنين بزاف معلق وبنين ان شاء الله. تبعوا غير النصائح والطريقه غادي ينجح معكم باذن الله. صافي اللحم كنقادوه في الطاجين هاد الشكل هذا، ضروري هاد العمليه هادي، نقادوه مزيان في الطاجين بحال كنفرشوا اللحم في الطاجين بهذا الشكل هذا. هنا عندي بصله كبيره مقطعه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كنشدها كنحلها مزيان، نقطعوها رقيقه وكنحطها فوق اللحم، ما نديروش البصله هي التحتانيه عاد اللحم، حيت الا درنا البصله هي الاولى عاد باش درنا اللحم كيتحرق لينا الطاجين. هاد الطريقه هذه نهائيا واش كيتحرق. المهم بالنسبه للخضره اللي غادي نديروا بها هاد الطاجين، هاد اللي غنديروا في هاد الطاجين، عندي بطاطا، عندي الزيتون، عندي خيزو، وعندي مطيشه، حبه ديال المطيشه. المهم درت انا جوج ثلاثه ديال البطاطس، غير واحد الحبه ديال الخيزو وشويه ديال الزيتون، حبه ديال المطيشه وديك الفلفله حاره. والخضره ممكن ديروا اللي بغيتم، ممكن تزيدوا او تنقصوا، ديروا اللي عجبكم. ممكن ديروا اللفت، ديروا كورجيت، ديروا الجلبانه، كيجي زوين. صافي كنستف هكا هي الخضره. عندي هنايا مطيشه غندير هذه حبه واحده ديال المطيشه مقطعه وقشرتها، قطعتها هكا دوائر. وعندي الزيتون، كنقادوه بهذا الشكل هذا، صافي. واخر حاجه غادي ندير هاد شويه ديال المعدنوس من الفوق. صافي الطاجين حطيته هنايا فوق البوطه، وبين الطاجين والبوطه ضروري كنديروا ديك الحديده باش ما يطرطقش لينا الطاجين. المره الاولى البنات انا كنجهد على الطاجين لانه كياخذ وقت باش يسخن، غير كيبان ليا صافي سخن وكنقص العافيه كنرجعها مهيله وكنخلي الطاجين يطيب على خاطره. الا بان لينا شويه ناقص في الماء غادي نمرقوا بشويه ديال الماء طيب، وإلا ثاني بدا كيخرج لينا بدا كيطيب وكيخرج لينا المرق من القفاله، كنديروا ديك المعلقه هكايا ما بين القفاله والطاجين، صافي راه ما كيبقاش يخرج لينا داك الماء، وكنخليوه كيطيب على خاطره حتى كيوقف في الزويته ديالو، وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وإلا عجبكم ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب. كنقول لكم مع فيديو جديد باذن الله.